ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على برج العقرب في انك ازاي تستغل حظك في 2021. عايزاكم بقى تسمعوا الموضوع ده بشكل قوي جدا جدا يا برج العقرب. احنا عندنا حظ، وعندنا حظ بمناطق مختلفة، وعندنا كمان الحظ بتاعنا لازم ان احنا يكون في بعض الحاجات كده اللي نكون فايقين ليها ونقدر نستغلها بشكل قوي. مبدئيا احنا لازم عشان نستغل الحظ اللي موجود في 2021 لازم نكون عندنا طاقة بالتفاؤل وعندنا تجديد لحياتنا، وان احنا نكون حالة ايجابية، يعني بمعنى ان انت تحاول تاخد اجازة كده من الدنيا، يومين سافر، انسجم، اتعامل مع صحابك، مش عارفة، اللي هو عيش اجواء حلوة سعيدة، اللي هو اشتغل على اسعاد نفسك بس، اسعاد روحك بس، اشتغل على نفسك، غير من الستايل بتاعك، غير من حياتك. حتة التغيير دي هتخليك ان انت في حالة بهجة. وعايزين حاجة صغيرة دايما انا بطلبها من الناس، يعني ان احنا لازم مش عشان نغير حالتنا النفسية من اتجاه واحد، يعني مثلا مش اللي هو اغير الحالة النفسية ان انا اغير مظهر الغرفة بتاعتي، لا، هو كده ده اسمها سعادة مؤقتة او جرعة تفاؤل، هتبقى جرعة وهتخلص. لكن اللي انا عايزاه ان انا اغير كتير، اغير غرفتي، اغير الستايل بتاعي، او اجيب مثلا كام طقم كده حلوين يكون فيهم تغيير الستايل اساسا، الالوان كمان مختلفة عليا، كمان ان انا اسافر مع اصحابي او اسافر مع الاهل، او ان انا اخرج مكان مش عارفة ايه، اقضي احتفال معين، اقضي وقت حلو، اقضي وقت استمتع بيه، اللي هو عارفين اللي هو كأنك كده بتضرب سعادة، يعني بتفرح حاجة ورا حاجة ورا حاجة، هتلاقي نفسك ان انت سعيد بقى، خلاص انت شحنت نفسك الجرعة القوية اللي هو كأنك عارفين اللي هو السخانات بتاعت العربية كأننا وننطلق، هو ده بالظبط اللي انا عايزاه عامة. ف يعني لازم ان احنا نكون عندنا الموضوع ده، لازم تسعد نفسك من اكتر من شيء. دي اول حاجة برج العقرب. ليه؟ لان احنا عايزين جرعة تفاؤل، التفاؤل والسعادة دي هتخلي عندك تنشيط في دماغك، فبالتالي انت تعرف ايه الخطوات اللي انت ممكن تعملها، اشوف ايه الدنيا هنا، اشوف مين اللي عايز يوقعني، مين اللي عايز ينقذني، انا ليا صاحبي كان كذا، انا واقع في مشكلة، كان واحد زمان قابلته قال لي حلك عندي في كذا كذا كذا، لا طب هوب انا ارد، فدماغك هتصحصح، صدقوني انا بتكلم بجد، فدماغك هتصحصح ان انت تشوف المصلحة بتاعتك فين، تشوف مين اللي عايز يوقعك، تشوف مين اللي عايز تصلح، فهتبدأ ان انت تفوق من حاجات كتير. طيب الحاجة التانية، انت اجتماعيا عندك حظ فيه ان ناس كتير هتكون قريبة منك وهيدعموك، مع ان هيكون في نسبة من الحسد، بس في نفس الوقت او نسبة من اشخاص بتكرهنا فعايزين ان هم يعملوا عداوة او يعملوا مشكلة، الى ان في اشخاص كتير هيدعموني، فبالتالي انا ببقى عايز ان انا استغل الدعم ده، واني انا ما اكرهش الناس فيا، لما الاقي ان ناس بتدعمني احاول على قد ما اقدر ان انا اعمل حاجة حلوة للناس دي، احاول ابقى معاهم، ابقى متواصل معاهم، ما اخسرش الناس. يعني لازم انت لقيت ناس بتدعمك، لقيت ان في زي كأنه كده كأن ربنا بعت لك شخص ينقذك من وسط الطريق، فما بلاش ان انت يعني دايما قرب اتواصل معاه يمكن ينقذك في باقي الطريق، فاهم مين اقصد ايه؟ فاللي هو لقيت دعم من الناس ما تبقاش اللي هو شكرا، واللي هو لا خلاص ان انت انا لا لازم انا اللي اعمل الموضوع بايدي، لا لازم اعتمد على نفسي، انت ربنا نقذك بحاجة، عندك دعم، الدعم ده بيكون لصالحك في امور معينة، لانقاذك من اشياء معينة، فحاول ان انت تستغل ده، وفي نفس الوقت تعمل صحبة طيبة مع الناس دي. دي نقطة مهمة جدا جدا يا برج العقرب. عشان ليه بقول الموضوع ده؟ لان برج العقرب عندك حتة اللي هو لا انا اعتمد على نفسي، لا انا اعمل كذا، لا انا اعمل كذا، لا اصل الشخص ده قريب فلان وانا مش عايز الفلان اللي هو قريبه ده يقول عليا، فاهمين؟ برج العقرب يبقى عنده الموضوع ده، فلازم نكون حريصين جدا. طيب برج العقرب في حاجة مهمة قوي قوي قوي، الماضي، الموجع الماضي اللي بنتكلم فيه بقالنا كتير، واحنا من بداية سنة 2020 احنا قلنا على موضوع الماضي ده، وعندك كان كتير، ويا اما انت بتفكر في الماضي بشكل قوي، الماضي بيفكر فيك، يا اما انت خايف من موضوع له علاقة بالماضي انه يتكرر مرة تانية، او ان انت خايف من مشكلة تمر بيها، او خايف تروح مكان عشان الموضوع اللي ده حصل لك في المكان ده، فعندك شوية هواجس ليها علاقة بالماضي. لازم ان احنا ننسى
ننسى الماضي، نرمي الماضي، نحذف الماضي. الماضي لو يستاهل كان زمانه رجع، او خليه انه يبقى عامل مساعد ليك. لكن ان انت طول ما انت اللي بتفكر بس، وانت اللي بتدي بس، وانت اللي بتحرق في قلبك بس، وانت اللي مشغول، وانت اللي موجوع، وكل ده، يبقى هتفضل كده. ده التفكير في الماضي، وخاصه كعلاقات عاطفيه، ده بيخليك ان انت تشتت انتباهك، او تشتت انتباهك في ان انت تعرف المصالح بتاعتك ايه وتلحقها، او ان انت تعرف مين ينقذك ومين لا، او في حب ممكن يعني يسعدك ويخلي الدنيا كلها تبقى بتلمع في عيونك انت مش شايفه بسبب الماضي. فعليك ان انت تسيب الماضي، تنسى الماضي يا برج العقرب. وفي نفس الوقت انت لو الماضي عايزك هو اللي هيرجع لك، عليك انت كفايه عليك ان انت التفكير الكتير، يا اما تاخد خطوه عشان تكسر الوجيعه بتاعتك دي، تاخد خطوه لقيت الباب هيبقى مسدود، اطلع اجري وخليك في مستقبلك. ده يمكن احنا بنقول اللي هو شويه كحاجات في علم النفس او الانثروبولوجيا النفسيه، بيبقى اللي هو خد صدمه، اللي هو معناها ان انت بتفكر في الماضي كتير وانت مش عارف الماضي اخره ايه. يا اما تقرب وتاخد الصدمه، والصدمه دي هي اللي هتدفعك للامام، يا اما انك تبتعد من سكات. تمام، فدي نقطه مهمه جدا. طيب برج العقرب كمان من الحاجات المهمه جدا جدا عندك، الامور العائليه ما تبقاش حمل على العائله. بمعنى ان انت ما بلاش ان احنا اي حاجه نقول للعيله او الاسره انتوا السبب في كذا، انتوا الغلط في كذا، انتوا اللي عملتوا كذا، انتوا اللي مش عارفه ايه. فكره ان احنا نكون بشكل دائم ضد العائله، او ان احنا نشيلهم ذنب حاجه فاتت، او نشيلهم ذنب اصلا، ده هيعمل عداوه ويعمل لنا خلافات، والكلام كتير هيزيد، وهيخليك انك تفكر في امور كتيره، فبالتالي انت هتكون بتضغط نفسك اكتر. ما تضغطش نفسك ولا تلوم حد، واللي فات فات، يعني امورك العائليه اللي فاتت ما تلومش حد. يا اما ان انت تبقى دايما تطلب منهم ان هم يحسنوا اللي جاي، يخلوا اللي جاي احلى الافضل. دايما اتكلم بصيغه بكره، دايما اتكلم بيه ان انت تخلي بكره افضل، تحسن بكره، انسى الماضي بكافه كل الانواع اللي انا ممكن اتكلم عليها عن الماضي، الا لو انا اتعلمت درس من الماضي، الا لو في شيء لسه مرتبط في بكره بالماضي، فده ممكن انا اكون لسه بتكلم عليه. الحاجة الأهم برضه، أو المهمة، مش الأهم، الحاجة المهمة جدا اللي ليها علاقة بالحسد، ليها علاقة بالسحر. وقلت لكم دايما إن أنا أكثر الأبراج اللي فيها حسد وسحر أنا دايما هتكلم عن النقطة دي، لأن يمكن أنا عارفة كويس جدا أو قيمة الأشخاص، الناس اللي بتكون بتعاني من سحر أو حسد بيبقوا حاسين بيها، ودنيتهم بتبقى ماشية إزاي. فبرج العقرب لازم تخلي بالك جدا جدا من السحر او الحسد، ده تعرفه من روحانياتك، تعرفه من الاحلام اللي انت بتحلمها، تعرفه من الوقف الحالي اللي انت ممكن تكون بتمر بيه. لازم ان انت لو بتحس الحاجات دي في خلال الوقت ده، فلازم ان انت تعالج الموضوع بدري بدري، عشان نقدر ان احنا نستغل الحظ، عشان ما يبقاش الحسد او السحر اللي موجود ده، او الطاقة السلبية دي تيجي تمسرق الحظ من قدامك وتبعد. احذر كل الحاجات اللي انا بقولها دي، هتخلي عينك متفتحة، هتخليك مصحصح، هتخليك ان انت فايق لكل نقطة او كل لحظة ايجابية او كل لحظة فرصة انت ممكن تلاقيها، او حظ بمعنى الكلمة. انت عندك حظوظ، وعندك حظوظ ليها علاقة بالوضع المهني اكتر، ليها علاقة برضو بامور عاطفية. فعليك ان انت تبص على الحياة هنا قوي، تبص على الامور المهنية اللي ليها علاقة ان انا ابتدي مشروع، ابتدي عايز اقدم على وظيفة، وظيفة الاحلام بالنسبة لي اقدم، استغل ده. يعني انت عندك حظ، ما بلاش حتة القلق والخوف وتقول اصلا انا مش مناسب. مفيش حاجة اسمها انا مش مناسب، في حاجة اسمها حظ ممكن يخدمك، مع انك بتطور من نفسك، انك بتدي نفسك اللحظة اللي يخلي ان مثلا لو انت عندك مقابلة انهم يوافقوا عليك. يعني انت ممكن تكون مثلا شايف نفسك مش مناسب، لكن انت حظك هيخدمك، بس انت ما حظك اللي هيخدمك، عليك ان انت وظيفة او الوظيفة دي محتاجة منك ان انت تاخد كورسات. تمام، ناخد الكورسات. محتاجة ان احنا نعمل مش عارفة ايه، نعمل ايه، محتاج. فابدأ برضو انك تساعد نفسك، اللي هي عملية اسعى يا عبد ونسعى معاك. فدايما عشان تستغل الحظ بشكل كامل، مش تستغل الحظ انك دخلت الباب الحلم ده، باب المكان اللي انت عايز تدخله ده، لا، ادخل المكان نفسه، مش الباب انك تخش تقدم على وظيفة وبس، لا، انا عايزة تثبت في الوظيفة دي. فان الحظ هيخدمك انك تدخل المكان ده، بس عليك انت انك تكون مهيئ نفسك لده، واعتمد برضو على ان انت حظك يكون قوي، لان ده هيديك جرعة تفاؤل اكتر.
ده بالذات كمان لبرج العقرب، فده هيدي لك جرعة تفاؤل. فلازم ان انت تخدم نفسك عشان تقدر تساعد الحظ ان هو يخدمك. اللي ارجع اقوله في الاخر ان مفيش حظ بيجي لشخص يقول له يقف له يقول له انا اهو انا اللي هخدمك، لا، هو الحظ بيجي لك بس عليك انت اللي تسعى تاخد الحظ، عليك انت اللي توسع اي عقبات موجوده عشان الحظ تقدر ان انت تاخده، عليك انت تبتعد العيون اللي باصه في حياتك عشان تقدر تحافظ على الحظ ده، برضو عليك انت انك تكون متفائل عشان تعرف تستغل الحظ ده وتعرف قيمته اللي هتضاف ليك يا برج العقرب. بتمنى ان انا اكون قدرت ان انا افيدكم او ان احنا نركز على نقاط معينه يا برج العقرب. بشكركم جدا، بتمنى لكم سنه سعيده يا برج الحظ، ان شاء الله هيكون سنه خير باذن الله، خلينا نكون متفائلين وايجابيين. بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.